dia nikmatlah bukan dia pun ابناء وبنات الريف وأحييهم على صمودهم وثباتهم أحييهم على صمودهم وثباتهم وإخلاصهم للقضية العادلة المشروعة اللي هي قضية مطار اقتصادي واجتماعي وثقافي ونصرته لإخوانهم المعتقلين البريئين من كل تهم وجهة إليهم الموجهات يعني كلتها الموجهات إليهم وخصوصا أن المعتقلين كانوا حريصين كل الحرص على سلمية الحراك بالإضافة إلى ذلك فإنهم أدوا واجبهم الوطني في فضح لوبيات المافيا والفساد التي ما فتئت تستغل مناصبها وكراسيها لتحقيق مآربها الشيطانية والشخصية. بخصوص هذا الكذب والتآمر لم يسلم منه حتى ملك البلاد. فبالتالي أقول لكل الإخوان والأخوات أطفالا وشيوخا وشبابا وشابات ونساء ورجال إلى أخذ حيطة والحذر من منتهي النظام والذين يقتنصون الفرص للركوب على مطالب الشعب العادلة المشروعة. ولهذا فلتحرصوا كل الحرص على سلمية الحراك، فلولا هذه الأخيرة ما استمر هذا الحراك كل هذه الشرور. وأود أن أؤكد لكم على أنني سعيد كل الساعة رغم تواجدي في الزندان الانفرادية، بأنني سعيد وجد مسرور كوني فضحت أزلام الفساد وعباد. ولهذا للشرف كل الشرف أن أستمر إلى حين تحقيق جميع الحقوق، ولا أصبو إلا إلى تحقيق المصلحة العامة. ولهذا أتمنى كل تمني ألا تخرجوا عن ماشي السلمية حفاظا على منطقتكم وحفاظا على البلاد من كيد الكائدين وكل من يحقد عليكم. فالتحقيقات التي امر بها ملك البلاد بخصوص كل المشاريع التي اعطى انطلاقها لدليل على براءتنا، فبالتالي كان من المفروض ان تكون لوبيات الفساد في السجون ووراء القربان لا نخطب لا للبلد العزيز. وأحيي أبناء الريف خاصة وأهلنا وإخواننا وأبنائنا في باقي ربوع الوطن وكذلك ريفي الشتات الذين يقفون إلى جانبنا في مهنتنا. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أننا في الوطن الواحد بالرغم من اختلاف ألواننا وألسنتنا وأعراقنا وحتى إيديولوجيتنا.